هنا حيث تتجسد القيادة وريادة الأعمال من خلال بيئة تعليمية ملهمة تحفز على الإبداع والتطوير وتساهم في إثراء المجتمع. تسعى جامعة دار الحكمة إلى إعداد كفاءات قيادية وريادية تجسد قيمها من خلال توفير بيئة تعليمية محفزة للتطوير والإبداع في مجالات العلم والبحث وخدمة المجتمع لتحقيق رؤيتها كجامعة رائدة في التطوير والإبداع. منذ تأسيسها بدأت كلية دار الحكمة بإصدار جديد حققت أول إنجاز لها بحصولها على أول اعتماد دولي. تبع ذلك خطوات هامة مثل الحصول على الاعتماد الأكاديمي، إطلاق برنامج ماجستير إدارة الأعمال، تحويلها إلى جامعة، كما حصلت على الاعتماد المؤسسي للمرة الثانية. أطلقت 12 برنامجاً جديداً تماشياً مع رؤية 2030. اعتمدت 3 برامج أكاديمية للماجستير والبكالوريوس. استقبلت أول دفعة للطلاب في برنامج الماجستير. أطلقت استراتيجيتها الجديدة. بدأت بقبول الطلاب في برنامج البكالوريوس. ما يميز دار الحكمة هو التزامها بالمعايير العالمية منذ تأسيسها كجامعة غير ربحية وتعاونها المستمر مع خبراء محليين ودوليين. تستقبل الجامعة طلاباً من جنسيات متعددة وتقدم أنشطة طلابية لا منهجية تعزز التطور الشامل في مختلف جوانب الحياة. تعد الجامعة الأعلى في سرعة ونسبة التوظيف وجودة الرواتب بين جامعات مدينة جدة 2023 والأعلى على مستوى المملكة في التوظيف قبل التخرج 2024 حسب المرصد الوطني للعمل. دار الحكمة تقدم برامج أكاديمية متطورة تواكب احتياجات المستقبل في 3 كليات رئيسية: كلية إدارة الأعمال والقانون، كلية الهندسة والحاسبات والتصاميم، كلية التربية والعلوم الصحية والسلوكية. كما تتمتع الجامعة بشراكات استراتيجية واعتمادات أكاديمية، حيث أنها تتولى اهتماماً بالغاً في بناء شراكات واعتمادات تعزز من جودة التعليم وتفتح آفاقاً جديدة للإبداع والابتكار، إيماناً منها بأن التعاون المثمر هو أساس النجاح والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030. هنا في دار الحكمة الريادة في التطوير والإبداع وصناعة أثر بحكمة.